انا كان ممكن اسمع من الناس وما اتصلش بيكي، لكن انا اتصلت بيكي وعاتبك. مش انا مش سالكه، لما انتي تروحي تقولي لي منى عارفاني عشان ريتش وعشان مصلحه. خلاص انا كدابه وغوي بقى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى، جيت لكم بالجزء الثاني من الفيديو المقلب بتاع اللي انا اكلم واحده صاحبتي واقول لها ان انتي اتغيرتي معايا وبقيتي مغروره. طبعا انتوا عارفين المقلب ده عملته في حنين في الفيديو اللي فات. عايزاكم بقى قبل ما ابدا الفيديو اوعوا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هبدا الفيديو معاكم النهارده واوريكم رد فعل، هقول لكم هتعرفوا الاسم دلوقتي. كملوا الفيديو يعني خلاص، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويعني ظبطوني بقى، ظبطوني عشان انا والله رغم ان انا بكون تعبانه بعمل لكم فيديوهات، فيا ريت تقدروا ده عشان احنا خلاص قربنا ان شاء الله ناقصلنا حاجه، ناقصلنا 40,000 ونكون 100,000. انا عايزه اوصل 100,000، فساعدوني ووقفوا جنب اختكم زي ما انا بفرحكم وباجي على نفسي عشانكم، يعني ظبطوني بس كده. يلا نبدا الفيديو، يلا نبدا الفيديو. دلوقتي انا هتصل بمنار، عايزاكم كده تتوقعوا رد فعل منار هيكون ايه. انا حاساها هتتعصب عشان هي دايما عصبيه، بتاخد كل حاجه انت عبيطه يا منى، وهتلاقوها في الفيديو كذا مره ايه انت عبيطه يا منى. هو انا اقول كده؟ انا عارفه منار اللي حافظاها، فاتفرجوا كده على الفيديو ونشوف كده رد فعل منار. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. الو، ايه يا منار؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ انت ايه بعيده ليه الفتره دي؟ يا بنتي ما قلت نايمه وكده، يعني نايمه تبعدي كده ده ليه؟ انا مش بعيده، انا بس على طول نايمه، انا مش بنزل اصلا عشان اشوف حد وكده. ايوه فاهم. انت ايه الاخبار؟ يعني انت تمام؟ طب انا كنت عايزه اكلمك في حوار كده. فايقه؟ بصي اسمعيني كده يا منار، عشان انا اصلا كنت متردده ان انا اكلمك في الموضوع ده. في ايه؟ طيب اتكلمتي ليه عليا يا منار؟ اتكلمت عليكي. بصي، هو انا مش مهم اقولك مين اللي قال، تمام؟ عشان عارفه انت. بس افهم حاجه. هو انت كلامك متناقض ليه؟ ليه بتقولي، ازاي بتقولي ان انا بعيده عن كله، وازاي بتقولي ان انا اتكلمت عليكي؟ ما هو انت يا ريت بعيده عن كله، ولما تيجي تقربي تقربي بسلكان، او مثلا ما تتكلميش عن حد. انت بتقربي تتكلمي عن الناس وبعد كده تبعدي. مش انا مش سالكه. هو انت بتمسكي في الكلمه؟ انا دلوقتي بقى متصله بيكي عشان اعاتبك. بت دي بس. مش انا مش سالكه. ليا اسم بت ايه؟ ايوه بتقربي بسلكان. مش انا مش سالكه. انا بتمسكي في الكلمه ليه؟ انا كان ممكن اسمع من الناس وما اتصلش بيكي، لكن انا اتصلت بيكي وعاتبك. وانا قلت انا ما قلتش حاجه. طب هو انت ازاي؟ طب هما بيكذبوا؟ لما انت تروحي تقولي لي منى عارفاني عشان ريتش وعشان مصلحه وتتكلمي عليا وتقولي الكلام ده، يعني يبقى ده ايه؟ يعني هما ليه بيقولوا كده؟ سمعوش حاجه مني وانا بقول كده؟ يعني ايه هما يسجلوا لك وانت قاعده بتتكلمي؟ يبقى خليهم يسجلوا. ايه مش انت صدقتيهم؟ ايوه، ما لما حد يجي يقول لي كده، خصوصا اللي انت بعدتي عني. بنت قلت لك اسمي منى. صدقتي ما كدبتيني؟ انا بقى جاي اعاتبك. فين كدبتك؟ فين الكذب في ده؟ ماشي، وانا قلت لك انا ما قلتش كده، قلت لي ليه هيكذبوا؟ خلاص ما بيكذبوش. طب بعيدا عن ده كله منار، انا شايفاكي بصراحه، يعني انا برضو هعاتبك في حوار تاني. انا شايفاكي الفتره دي بقيتي متكبره ومغروره وشايفه نفسك على الاخر. طب ليه كده؟ مش عارفة، بقيتي واخدة جنب وتكلمي ناس معينة، وبقيتي شايفة نفسك وستوريهاتك كده أنا الملكة وأنا اللي مش عارفة إيه. لا بس برضو يعني تبعدي عن صحابك عشان انتي اتغيرتي. أنا حابة الفترة دي كل واحدة منا في إمشي اتغيرت خالص. يعني إيه يا منار؟ انتي كنتي قريبة جدا، انتي كنتي 24 ساعة عندي. ما بيجيش وقت عليكي ان انت عايزه تفصلي من كل حاجه
ماشي بس ما بتغيرش وابقى متكبره ومغروره. وانا مش متكبره ولا مغروره. فين ده يا منار؟ كل الناس قالوا كده، كل الناس، اسالي اي حد بجد. انا متكبره ومغروره، دي حاجه بتحسني ما كنتش. طب ماشي يا ستي، بس ليه تيجي على صحابك؟ صحابك بيحبوكي برده. ما انا مش عايز حد يحبني. بقول لك ايه، على فكره البنت اتصلت بيا، البنت اتصلت بيا وانا فتحت السبيكر وامي كانت قاعده وقالت الكلام كله قدام امي، ولو عايزه اخلي امي تسمعك الكلام وهي اللي ادالك ماما. ايوه يا منار. يا طنط انت تصدقي عني كده؟ بس البنت قالت قدامي يا منار والله، حتى كانت منا فاتحه السبيكر وانا سمعت كل الكلام ده. سمعتك حاجه بصوتي طيب ولا ايه؟ ايه؟ سمعتك حاجه بصوتها؟ سمعتك حاجه بصوتي؟ لا هي ما سمعتنيش بصراحه. انت ازاي تصدقي من طرف واحد يعني يا طنط؟ ومين البنت دي اصلا؟ مش مهم مين، مش هيفيدك. والله ما اعرف ان اللي وصل لك حاجه يبقى قد المواجهه وتيجي تواجهني ان انا قلت كده. اللي مش مهم مين يعني مثلا، انا عايزه، هي جت حكت لنا اللي هي كانت قاعده معاكي وبتتكلم، جيت انت قلتي اللي انا بتاعت مصلحتي وبتاعت ريتش واللي انا عارفاكي مصلحه. ليه يا منار؟ مين هي؟ مش مهم مين، مش هيفيدك. منا مش هي واثقه من كلامها؟ ليه مش مهم مين؟ يا بنتي انا حلفتني بالله، قالت لي بس عشان تبعدي عن منار، وانا قلت انا مش هبعد عنك وهعاتبك. وانا قلت لك انا ما قلتش كلامي ده قدام امي، يعني امي هتكذب؟ وانا بقول لك انا ما قلتش كده، انا ما قلتش ان مامتك كدابه. ليه ما تكونش البنت اللي كدابه؟ وليه ما تكونيش انت اللي كداب؟ خلاص انا كدابه وقولي بقى. هو ايه الطريق؟ عصبيه اوفر منار دي. قفلت في وشي على طول يا امي. على طول على طول، مفيش تفاهم. انا كنت عارفه والله العظيم، يعني كنت متاكده ان هي هتتعصب. هنجرب تاني. لا اتصلي بقى، ما تعمليش فيه، دي بتقفل عليا. عارفين ده معناه ايه؟ ان هي ما بقتش طايقاني. تاني نجرب تاني. ايه منار ده؟ عايزه ايه؟ هو الواحد بيندم اللي هو بيعاتبك؟ ماشي بس انتي مصدقاها؟ هو الواحد بيقلل من نفسه للدرجه دي؟ حول الله يا رب. يا بنتي هو انتي حافظه كلام مش فاهمه معناه ولا ايه طيب؟ يا بنتي انتي مش شايفه انتي نفسك بعاتبك تقفلي فوق؟ يعني انتي بتثبتي على نفسك التهمه؟ اصل انتي واحده بتقوليني لا انا. يا ستي اديني يعني اثبتي لي، انا مش عايزه اخسرك. وهي ثبتت لك بايه؟ هي ثبتت لي ان انا فعلا احنا كنا قاعدين، قالت لي كلام احنا كنا قاعدين مع بعض. لا ما انت صدقتيها وهي بتقول كلام. ما صدقتش، لو كنت صدقتي ما كنتش اتصلت بيكي، كنت عملتلك بلوك. لو ما صدقتيش مش هتقولي لي انت كدابه، لو ما صدقتيش اصلا مش هتعاتبيني. ماشي ده ازاي يعني لو ما صدقتش مش هعاتبك؟ ايوه لو انت ما صدقتيش مش هتيجي تساليني اصلا. طب انت مش فاهماك، انت بجد ايه ده؟ انا دليلي ان انت اتغيرتي فعلا وبقيتي حاجه غريبه وبقيتي متكبره ومغروره فعلا، ان انت تقفلي في وشي لما اجي اعاتبك. ايوه فعلا، ليه ما تكونيش انت اللي بتكدبي؟ انا قلت كده. انت قلتي كده يا منار؟ اه. يعني ايه اه؟ يعني ليه تتكلمي عليا يا منار؟ معلش. تستفادي ايه؟ انت دخلتك بيتي واكلتك عيش وملح ليه؟ يا رب يا رب صبرني يا رب لا تاخدني. بعد الشر عليك، مش حل برضو اللي هو هياخدك ياخدنا احنا الاثنين. يا بنتي انت كلامك متناقض ليه يا بنتي؟ يا بنتي فين المتناقض؟ أمي يا منار، أنا كلمتك بس عشان أقولك أنتي دخلتي بيتي يا بنت الناس وأكلتي عيش ملح، وأنا جيت عندك. أنا استحالة أدخل بيت حد وأتكلم عليه. وأنا دخلت بيتك وأكلت عيش وملح وعمري ما أتكلم عنك، زي ما صنت العيش والملح صوني بقى. يا بنتي أنا ما اتكلمتش عنك. يا ماما بالله عليكي اتكلمي، أنا فاتحة السبيكر عشانك. أنا فعلا سمعت والله يا سمعت يا منور. ماشي والله انا ما قلتش كده يا طنط، اقسم بالله ما قلتش كده. بصي يا طنط فكك عمنا بقى وعن كل ده، بس انا بقول لحضرتك انا قلتها ما قلتش كده. طب البنت دي هتقول كده ليه يا منور؟ ما هي لو البنت دي كلامها اصلا بجد كانت
اتقالت عادي وكانت قدرت تتواجه، لكن هي حتى مش عايزه تعرف نفسها ان هي قالت، فمش واثقه من كلامها. طب انتي واثقه من كلامك؟ يعني انا لو خدتك قدامها عاديني قدام اي حد انا واثقه ان انا ما قلتش كده. يعني انتي ولا اتكلمتي عني خالص يا منار؟ لا هو عليا وعلى بيتك. ما اتكلمتش يا منار. طب ليه من شويه قلتي اه؟ اصل اريحك. اقول لك ايه يعني، مش انتي مصدقه؟ خلاص انا اتكلمت. ما هو ده مش حل برضه، هنخسر بعض كده. عايز تخسريني؟ يا بنتي انتي اللي عايزه تخسريني مش انا اللي عايزه اخسرك. خلاص ماشي يا منار، ويا ريت ما تتغيريش على اصحابك عشان بيحبوكي. يا بنتي انا مش متغيره على حد. خلاص ماشي يا منار. بقول لك ايه، كل سنه طيبه. ده مقلب. مقلب ايه؟ مقلب يوتيوب. انتي بتهزري يا منار. حبيت امسي عليك يا منار. في ايه يا منار؟ وانتي ساكته يا طنط. هعمل ايه يا بنتي؟ هعمل ايه؟ عايزك تتحايل عليا يا منار. عصبتيني. يعني ازيكي سدات يا منار عشان انا اللي اتكلمت؟ ايوه. لا ماما بتهزر معاكي يا منار وانا بهزر معاكي. انت يا منار كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. يا جماعه منار هترجع ان شاء الله الفتره الجايه، وهترجع بوم، عشان عارفه ناس كتير قوي بتسالني عنها ان هي مختفيه. هترجع بوم الفتره الجايه، طمنيهم عليكي. طب حاضر. ايه طمنيهم؟ انا كويسه. ماشي، تقولي لهم حاجه؟ تقولي لهم اي نصيحه اي حاجه؟ ما ابعدوا عن منا. طيب شكرا. منا بالسلكه بتاعت مقالب. ايوه بالسلكه. طيب ماشي شكرا، يلا سلام. هقفل الفيديو واكلمك. باي. ده كان رد فعل منار. بجد اقسم بالله العظيم انا بحبها جدا جدا، وهي طيبه جدا جدا اقسم بالله. ف انا متأكدة ان هي ما تتكلمش عني وانا بحبها. هو بيحصل خناقات كتير قوي قوي ما بيننا وتوم وجيري، بس بنرجع والله العظيم صحاب واحسن من الاول، عشان انا فعلا بحبها وهي غالية عندي. وبس كده، ده كان اخر المقلب. قولولي بقى عايزيني اعمل مقالب تانية في مين، عايزيني اكلم مين تاني، عايزيني مقالب عبارة عن ايه. قولولي حاجات كتير قوي من ديت واعملها لكم. وقبل ما انهي الفيديو انا هقول لكم بالله عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لاني فعلا بتعب في الفيديوهات دي، وبعمل الفيديوهات وانا تعبانه. يمكن بظهر اللي انا كويسه، بس والله بعملها وانا تعبانه ويعلم ربنا. فعايزاكم تقدروا التعب ده، يعني تقدروه بلايك وكومنت بس، يعني ده تقدروه بس. فبس كده وباي.